أنا سعيدة النهاردة بالمشاركة في يوم الفرحة، دكان الفرحة، الحملة الجميلة اللي تحت مظلة إيد واحدة، المبادرة الرائعة اللي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤسسة حياة كريمة. النهاردة يوم جميل جدا لأن احنا بنسلم 500 عروسة من 20 محافظة الأجهزة اللي تقدر بيها تدخل على حياتها الجديدة. النهاردة هذه المبادرة، مبادرة دكان الفرحة، ده تعاون تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وأربع مؤسسات: مؤسسة حياة كريمة، صندوق تحيا مصر، مصر الخير، وجمعية الأرمان. مؤسسات المجتمع المدني بتساهم بجزء كبير جدا في دعم المواطن المصري من خلال الشراكة مع الحكومة المؤثرة في وزارة التضامن الاجتماعي. احنا بنستهدف الأسرة المصرية وبنستهدف الأسرة الأكثر احتياجا، فبالتالي الهدف واحد والهدف مشترك، وكلنا بنسعى ان احنا نكون ايد واحدة من اجل سعادة المواطن المصري. بنحتفل بتيسير زواج 500 فتاة من 20 محافظة بإذن الله، لسه مستمرين في تنفيذ مجموعة كبيرة من المبادرات والانشطة في اطار حملة ايد واحدة. العرايس اللي معانا النهاردة من اكتر من 10 محافظات جم النهاردة وفرحوا واخدوا اجهزة كهربائية جديدة. اختيار العرايس دي بيتم بكل دقة جدا 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 عن طريق ابحاث ميدانية بتقوم بيها جمعية الأرمان ومؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر ومصر الخير المشتركين في المبادرة، وبنقول لهم مبروك إن شاء الله. ودي مش آخر مبادرة، إن شاء الله مكملين معاهم في مبادرات أخرى بإذن الله. بيبدأ الباحث بعد ما العروسة نفسها تكلمنا أو تقدم لنا في المؤسسة، يبدأ الباحث ينزل لها، بيرتب معاها ميعاد مسبق، يكون الميعاد دوت مناسب ليها وللأسرة، بيجي لها البيت، يبدأ قاعد معاهم يعملوا بحث اجتماعي ويخد منهم شوية بيانات، وبعدين لو هي مطبق عليها المعايير الأولية بيبدأ يطلب منها صور من الأوراق الثبوتية للكلام دوت. طبعا العمل التطوعي ساعدنا ان احنا نساعد اهلنا في المدن دي في جنوب الجيزه، ان احنا نقدر نساعد العرايس اللي هم محتاجين فعلا المساعده، وبنتاكد دول اكثر استحقاقا عن غيرهم. لو الحاله مستحقه بنبتدي ان احنا نشوف اوراقها وبنعتمدها عن طريق الجهات المختصه بيتراجع عليها، وبنبتدي نجمع اسماء الحالات، ناخد منهم اقرار، بناخد منهم حاجات اللي بتاكد ان هم مستحقين، وبتتبعت على التحالف الوطني للصندوق بتوفر لهم الاجهزه زي ما حضرتك شفت النهارده. النهارده عندنا جهاز العروسه 7 اجهزه: ثلاجه وغساله وبوتاجاز ومروحه وخلاط ومكوه. التسليم طبعا احنا عندنا النهارده ال 500 عروسه بنوزعهم على حسب المراكز وعلى حسب كل مؤسسه خاصه في التحالف، سواء مصر خير، حياه كريمه، جمعيه الارمان. بيكون في مسؤول خاص بكل مركز وكل منطقه بيستلم الاجهزه، بياخد اقرار من اهل العروسه ان هم استلموا خلاص الاجهزه ودي تحت مسؤوليتهم، وبيسلمها لهم لحد البيت. احنا النهارده شاركنا الحمد لله في اسعاد 500 اسره بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومصر الخير. احنا كنا فريق متطوعين بننزل نعمل الابحاث، بنقعد مثلا بالاربع ايام او الخمس ايام عشان نتاكد ان الحاله ديت فعلا مستحقه او لا، بنفضل متابعين الحاله هل هي فعلا مستحقه او لا، اتجوزت او لا، حد ساعدها من اهل الخير ان هي وفرت الاجهزه او لا. بفضل الله قدرنا نسعد عندنا في محافظه الجيزه 100 اسره وباقي الاسر من المحافظات الثانيه. بشكر مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة مصر الخير لأن هم طبعاً السبب الأساسي في اللي احنا فيه ده كله. أنا قدمت الورق وترد عليا، اتعمل لي بحث الأول وبعد كده طلبوا مني أنا أبعت الورق تاني على الواتساب. كلموني امبارح قالوا إن هم عاملين حفلة بمناسبة تسهيل الجهاز وتيسير الجواز، فجيت طبعا هم قدموا لي 7 اجهزه. انا بشكرهم على اللي هم عملوه ده جدا، والموضوع ما خدش وقت كبير، وفعلا انا مبسوطه وبشكرهم وبقول يا رب دايما في فعل الخير ده. انا من منوفيه ومعايا حياة كريمة، ساعدتني في جهاز بنتي وكتر الف خيرهم. مبسوطه ان انتوا اسعدتوني والله، ان انتوا بتسعدوا بنتي وجبتوا لي اللي ربنا يقدركم عليه، وربنا يكفيكم شر طريقكم وشر الاولاد الحرام، ما تحرمش منكم ويجعلكم تدوا وما تاخذوش من حد. جاي استلم جهاز بنتي مبادرة حياة كريمة وجمعية الأرمان، وقفوا جنبنا وساعدونا، وبنشكر كل الجهات المصرية اللي ساعدتنا. ما تصورش فرحتي النهاردة ان هم اللي هم عاملينه النهاردة.